قد أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده إلى الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي أن المراد بالنفاق في الحديث النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي المخرج من دين الإسلام أو من الملة. وهنا في هذا الحديث قال: من علامات المنافق ومن تبعضية. وسبق في الروايتين السابقتين قال في الحديث الأول: أربعون من كنا فيه، يعني أربع خصال من كنا فيه، يعني من وجدت فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة أصلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها. ثم ذكر أربع علامات، وفي الرواية الثانية التي بعدها ذكر ثلاث علامات. قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقلنا بأن العدد هنا ليس المراد به الحصر، ففي الحديث الأول أربع وفي الرواية الثانية ثلاث، فليس معنى هذا أن هذا فيه تناقض بين الأحاديث، لا، فالعدد ليس لا يراد به الحصر، بدليل هذه الرواية التي معنا الآن. قال: من علامات، ومن هنا تبعضية، فدل على أن العلامات كثيرة، وهذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي من أعظمها ومن أهمها. ففي الحديث الأول أربع وفي الثاني ثلاث، لكن الأربع والثلاث هذه ثنتان يدخل بعضها في بعض، فتبقى عندنا خمس علامات. ثم قال في الرواية التي بعدها: آية المنافق، آية يعني علامة، علامته التي تدل عليه على أنه متلبس بهذا النفاق العملي. قال: ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وهذه لا شك أنها من علامات المنافقين الظاهرة، وهو النفاق العملي، فينبغي على المسلم أن يحذر هذه الخصال حتى لا يقع في شعبة من شعب النفاق العملي. ثم قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، يعني أنه مسلم كامل الإسلام، ليس معنى هذا أنه يخرج عن الدين، وإنما المراد وإن زعم أنه مسلم يعني مسلم كامل. وإن صام وصلى، المسلم ينبغي عليه أن يحذر هذه العلامات وأن يحذر هذه الخصال. فالمسلم الذي يصلي ويصوم ويأتي بأمور الإسلام ويأتي بأركانه وبما فيه ينبغي عليه أن يحذر أن يقع في مثل هذه الأمور، فإن وقع في خصلة منها وقع في خصلة من النفاق، وإن وقع فيها كلها نسأل الله سلامه وقع في الخصال كلها.